لو سمحت كل شي حديد بجيب تقتله، افراطه، شلوني، برايز، مفاتيح، موبايل، خلويات، كله برا اخوي. كل الشوالي في الجولفته هذه ما معاي منها ولا اشي. طيب ليش لعاد الجهاز قاعد برن؟ طبعا بترن خيو، الدنيا اخر شهر ومحسوبك على حديد. يابا طلع البرايز والخلو. استغفر الله العظيم. وكمان هانا في تفتيش. بكيت دخان خيو لو سمحت. حبيبي الله يرضى عليك، فوت على الجهاز. بعدين الله يجيبك يا طولة الروح. بس جو الغنمي. حي الله بالغانم. وش تقول يا خي؟ بلتقى حواليك لبن جميل. عين خير عين خير يا اخو، بس هو لو تمر من جهاز التفتيش والعلاج امر. ايه ايه عاد، وكمان انت يا عجوز لا تواخذني، اجراءات امنيه يا ولادي. على الجهاز لو سمحت. خيوه ما بلا حد. خليك قاعد بسيارتك وخلي جهازك معاك. مش اريح انه الك؟ ها؟ شو كنت مغمض؟